بالبني ادمين امام الاطفال الصغار منتهى قله الادب ومنتهى طبعا الوقاحه في التفتيش والبهدله. يعني مش عايزه اقول لكم المنظر كان عامل ازاي، بس كان عباره عن يعني حرب جايين بيقيموها عشان يقبضوا على واحد، ما لم يجدوا شيء، لم يحصلوا على اي احراز، حاولوا ان هم حتى يدوروا على اي حاجه ما فيش. قعدنا حوالي 3 ايام مش لاقيينه ومش عارفين هو فين، لحد ما فوجئنا بان هو كان في الفتره دي كلها بيتعاملوا معاه في امن الدوله على اساس ان هم يلاقوا حاجه للحق. فوجئنا بان هم بيبداوا يدوا حبس واستمرار في حبس وقضايا حاجات غريبه بتحصل. ايه السبب؟ ايه الداعي عندكم؟ مفيش اي داعي، مفيش اي تهمه موجهه رسميه غير ان هو بيقول لا، ولا دي بكل سلميه وبدون اي مشاكل وبدون ما يؤذي اي حد.